حتى انتوما يمكن لكم تبرمجوا شهادة تي في على نايلسات في التلفازة عندكم، واللي ما كيعرفش ها انتوما تبعوني وراه ما يحتاج شي تجيبوا شي تكنيسيان ديال البارابول. إلا بغيتي تفرج في شادة تي في دخل المنيو من بعد انستالاسيون تأكد باللي عندك نايل سات دير غوشيرش اوتوماتيك ومن بعد ما تكمل لا غوشيرش قلب على شادة تي في وتفرج في جميع برامجنا سهلة. في كل عام يهل علينا شهر رمضان نستشرف فيه الخير ونسعى جاهدين إلى إحداث تغيير كلي في حياتنا والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات. رمضان للمسلم يعتبر مدرسة للأخلاق والقيم الفاضلة ومراجعة للنفس لتغير نحو الأفضل. الصيام في رمضان المبارك هو صيام الجوارح ووسيلة لتحسين الأخلاق عند المسلمين. شهر رمضان مدرسة لغرس القيم النبيلة والسامية في نفوس المسلمين، وهو شهر مبارك يعتبر فرصة ذهبية لتزكية النفس والتحلي بالقيم والأخلاق التي بعث بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن عناية المسلمين بشهر رمضان لا ينبغي أن تقتصر على أداء العبادات وقراءة القرآن، بل ينبغي أن يصاحب ذلك غرس القيم السامية التي تزكي النفس وتنفع الناس وتخدم الفرد والمجتمع وترتقي بالأمة. لا ما بقاش حنت الوقت اللي كان عيش فيه أنا من السبعينات للتسعينات كنا احنا كنحشمو من الناس اللي كبر منا وكنحتارموهم وكنقدروهم، ولكن هاد الجيل ديال دابا ما بقاش كيحتارم لا اللي كبر منه ولا صغر منه. الظاهرة ديال الإجرام اللي عادوا كيقتلوا والديهم راه حنا في عهدنا حنايا راه ما كانش في العهد ديالنا حنا. التعليم يرجع والتربيه ديال الوالدين ما بقاوش كيربوا حيت كيولدوا. دابا حنا لاحظنا دابا لا بغا ولدو كيقول له خرج للزنقه، الزنقه ما كتربيش، شي الزنقه ما كتربيش، كيربوا الوالدين هما اللي كيربوا. ما بقاتش الحشمه للاكثر، يعني قليله الحشمه ما بقاتش والحياه ما بقاش، يعني هذا الشيء الجيل اللي نايض دابا الله يهديه وصافي. واش من التربيه واش كاين اللي كتربي دابا في الدار، ولكن كيخرج للزنقه كيشوف شي حوايج ما يمكنش ينعزل، تعزليه بوحده هو يكون منعزل على المجتمع، حتى هو كيمشي في ذاك الخط، يعني كيولي حتى هو كتجي حاجه عاديه، هي كتكون ديال الحشمه ولكن هو كتجي حاجه عاديه. باقي الحشمه، باقي التسامح، باقي الحياه، باقي التقاليد في هذه البلاد الكريمه، كل شيء باقي مزيان وكاينين الجواد. توجد العديد من الفوائد التي تعود على المجتمع نتيجة لحسن الخلق، ومن أهمها أجواء الأمن والأمان التي تسود بين الأفراد الذين يعيشون في المجتمع الواحد كنتيجة مؤكدة لحسن الخلق، تزيد الألفة والمحبة والرحمة والعطاء بين الناس. يصبح المجتمع الإسلامي مجتمعاً متوحداً متكافلاً ومتعاوناً، وذلك لأن الأمة الإسلامية التي تتصف بحسن الخلق هي أمة واحدة يعطف فيها الغني على الفقير ويساعده بكل ما يستطيع. تنبذ صفات الفرقة والخلاف والعداوة في المجتمع وتسود المبادئ والقيم الحسنة فيه. حسن الخلق في الإسلام لا يمكن اعتباره وسيلة تكميلية للإيمان، لكنه جزء أصيل منه، وبها يتميز إيمان العبد وتتميز الدرجات والقرب من الرسول في الجنة، حيث قال لنا رسولنا الكريم: أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. من فضائل حسن الخلق أنه سبب من أسباب نيل رضا الله تعالى، لأن الله أمر عباده بالاتصاف بالأخلاق الفاضلة، ومن جملة هذه الأخلاق الصدق والشجاعة والأمانة والإيثار وحب الخير للآخرين والحياء والكرم، كما أن الأخلاق الحسنة تتضمن عبادات كثيرة كالصبر والحلم والإحسان وغيرها. هو من أعظم ما يدخل صاحبه الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. تقع مسؤولية غرس الأخلاق الحسنة في نفوس الأبناء على الآباء والأمهات بالدرجة الأولى، فالأخلاق بحر كبير، وكلما تزود الإنسان من خير هذا البحر تشبه أكثر بأخلاق نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم.
وسلم، فقد كان أعظم من تحلى بمكارم الأخلاق وتزكية النفس، وقد امتدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. للأخلاق الحسنة العديد من الفضائل، وأهمها أن الأخلاق الحسنة تقرب من الله سبحانه وتعالى وتجعله ينال رضا الله. حسن الأخلاق يجعل المسلم يألف الناس من حوله ويجعل الناس يألفونه. حسن الأخلاق تكرم صاحبها، بينما سوء الأخلاق تهينه. حسن الخلق يرفع صاحبه درجات عند الله تعالى، كما يرفع من همة صاحبه. حسن الأخلاق سبب من أسباب حصول صاحبه على حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقربه منه يوم القيامة. فلاسفة وعلماء تحدثوا عن حسن الأخلاق. علي بن أبي طالب قال: الأدب لا يباع ولا يشترى، بل هو طابع في قلب كل من تربى. فليس الفقير من فقد الذهب، وإنما الفقير من فقد الأخلاق والأدب. الزمخشري قال: حسن الخلق يستر كثيرا من السيئات، كما أن سوء الخلق يغطي كثيرا من الحسنات. جعفر بن محمد قال: من أخلاق الجاهل الإجابة قبل أن يسمع، والمعارضة قبل أن يفهم، والحكم بما لا يعلم. سقراط تحدث عن حسن الأخلاق فقال: التربية الخلقية أهم للإنسان من خبزه وثوبه. أفلاطون قال: إن كان الجمال يجذب العيون، فالأخلاق تملك القلوب. الحسن بن علي بن أبي طالب عدد مكارم الأخلاق وقال: هي صدق اللسان وصدق البأس وإعطاء السائل وحسن الخلق والمكافأة بالصنائع وصلة الرحم. سئل بعض العلماء عن حسن الخلق فقال: أن يكون كثير الحياء قليل الأذى، كثير الصلاح صدوق اللسان، قليل الكلام كثير العمل، قليل الزلل قليل الفضول، برا وصولا شكورا، لا لعانا ولا سبابا ولا نماما ولا مغتابا، لا عجولا ولا حقودا، ولا بخيلا ولا حسودا، يحب في الله ويبغض في الله. هذه بعض صفات حسن الخلق، ومن أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الأخلاق الحسنة هي متعة من متع الحياة. انتظرونا في حلقة أخرى من متع الحياة على الشدى. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بقناة شدى تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شدى تحلى المشاهدة. شدى أول قناة فنية بالمغرب.